الاهلي يهزم بيراميدز بالقضيه الفنيه 3-2، وقضيه قفشه تحسم الفوز لصالح الاهلي في الوقت القاتل. مستر كولر عمل تغييرين قلب بيهم الماتش في التلت الاخراني. يمكن احنا قعدنا نتكلم ونقول لازم يعمل تغييرات مبكره، تغييرات الشوط الثاني من البدايه، ولكن في التوقيت المناسب عمل تغييرين بنزول قفشه واليو ديانج، صنعوا الفارق، قدر يسيطر على وسط الملعب، وقدر قفشه بالقضيه يجيب الهدف الثالث والنادي الاهلي يكسب بيراميدز عن جداره واستحقاق 3-2.